حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في برنامج ثنايا الخبر. نناقش في حلقتنا لهذا اليوم تصريحات المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا جيمس جيفري حول سياسة بلاده في سوريا، حيث استبعد المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا جيمس جيفري سيطرة نظام الأسد على إدلب في ظل الوجود التركي، مؤكدا أن واشنطن ستشدد عقوباتها على الأسد وداعميه. متأكد أن النظام لن يعود إلى إدلب بسبب الجيش التركي، فالأتراك لديهم القدرة على منع النظام من الذهاب إلى إدلب. هذا ما قاله المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا جيمس جيفري، مشيرا لدعم الوجود التركي شمال غرب سوريا من قبل واشنطن والأوروبيين وحلف الناتو. جيفري وخلال تصريحات أدلى بها لصحيفة الشرق الأوسط قال إنه نصح إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن بالاستمرار بالسياسة التي اتبعتها إدارة ترامب في سوريا، معتبرا إياها ناجحة ولم تقع بأخطاء أوباما حين وضع خطوطا حمراء تجاوزها نظام الأسد، ومشيرا لاستخدام القوة في عهد ترامب بما فيها العسكرية. لم يغب الوجود الإيراني عن تصريحات جيفري، حيث أكد أن واشنطن تقدم الدعم الضروري لإسرائيل في جهودها لمنع التموضع الإيراني في سوريا، قائلا إن الإسرائيليين نجحوا بمساعدة من واشنطن بمنع إيران من إقامة وضع ثان مثل جنوب لبنان في جنوب سوريا، ومنع تهديد إسرائيل ودول أخرى بنظام صاروخي طويل المدى، لافتا إلى وجوب خروج إيران وقواتها من البلاد في أي تسوية نهائية على حد تعبيره. المبعوث الأمريكي اعتبر أن موسكو الآن تقع في المستنقع السوري، وأن الروس يدركون ذلك، وأن عليهم الصراع كي لا يسقطوا أو يغرقوا، وفي نهاية المطاف سيقررون اتباع أسلوب آخر وهو التعاون مع واشنطن والمجتمع الدولي على حد قوله. وفي خضم العقوبات المفروضة على النظام، أكد جيفري أن داعمي النظام روسيا وإيران يقعون تحت ضغط العقوبات الأمريكية، لافتا أن هذه العقوبات ستزداد تشددا على نظام ضعيف سياسيا وعسكريا واقتصاديا، مشيرا أن الروس أنفسهم مقتنعون بأنهم لن يحققوا نصرا عسكريا في سوريا على حد تعبيره. وللحديث حول هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف السيد أيمن عبد النور مدير موقع كلنا شركاء من لوس أنجلوس، كما أستضيف السيد محمود عثمان الكاتب والصحفي المختص بالشأن التركي من إسطنبول. أهلا بكما ضيفايا الكرام. وأبدأ معك سيد أيمن، المبعوث الأمريكي السابق جيمس جيفري قال إن العقوبات على النظام وداعميه ستزداد تشددا، هل يعكس هذا التصريح التوجه الحقيقي للإدارة الأمريكية خلال الفترة المقبلة؟ أولا السلام عليك عبادة، ونرحب بسادة المشاهدين، وبارك لكم كمان بالانطلاقة الجديدة يعني حقيقة للقناة. حياك الله. الوضع الجديد للإدارة الأمريكية برئاسة الرئيس المنتخب حاليا جو بايدن بدأت تتضح معالمه، يعني الوزير صار معروف أنتوني بلينكن، جاك سوليفان اللي بده يستلم رئيس مجلس الأمن القومي، ليندا غرينفيلد اللي بتستلم مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، هدول نحن اللي بيهمونا مع الرئيس بايدن ونائبته كامالا هاريس. فإذا نفس هدول الكادر جميعه كان موجود أيام أوباما، لكن في منصب نائب، يعني كان نائب وزير الخارجية ونائب رئيس مجلس الأمن القومي. لكن حقيقة الشيء اللي درنا سمعناه منهم وفي عدة مرات من خلال لقاءات متعددة مع الجالية السورية أو من خلال مراكز الأبحاث في واشنطن أثناء حملتهم الانتخابية، أنه تعلموا من الدروس والأخطاء اللي تم ارتكابها في الفترات السابقة، فبالتالي لن يعودوا إلى تكرارها. وكان واضح السفير جيفري كما ذكرت حضرتك في اللي بسموها عمل لهم إحاطة للفريق اللي كلفه الرئيس بايدن باستلام وزارة الخارجية اللي بترأسه السيدة ليندا غرينفيلد، وعمل بديسمبر 1 اللي هو بكانون أول من قبل 15 يوم تقريبا لقاء مع كل كبار موظفي وزارة الخارجية ليستلم منهم كل الملفات وشو الكودات شو القضايا اللي لازم يشتغلوا فيها وشو النصايح تبعهم للاستمرار. السفير جيفري نصحهم أنه يستمروا بنفس السياسة اللي كانت أيام اللي استخدموها بأيام الرئيس ترامب اللي هو كان يرأسها أصلا، يعني جيفري نفسه، باستخدام الضغط الدبلوماسي
استخدام الضغط العسكري والبقاء في سوريا عسكريا، وايضا استخدام الضغط الاقتصادي اللي هو عبر قانون قيصر والعقوبات الاقتصاديه. فهذه النصيحه اللي وجه لهم اياها في الاستمرار بهذه الانواع. يعني هو كما قلت ان هناك وجوه وأسماء قد كانت في إدارة أوباما وتعلمت من أخطائها في إدارة أوباما، لكن ماذا عن بايد، ماذا عن جيفري عندما يتحدث أن إدارة ترامب هي تجاوزت أخطاء أوباما ولم تكن يعني لم ترتكب نفس الأخطاء؟ هل برأيك سياسة ترامب بالفعل تجاه سوريا كانت لا يوجد فيها أخطاء؟ حقيقة هو نفسه السفير جيفري كان من منتقدين الرئيس ترامب، يعني في الحملة الانتخابية اللي صارت بينه وبين السيدة هيلاري كلينتون بال 2016 هو كان مع كلينتون، وهاجم الرئيس ترامب بكتاب مفتوح، هذا ليس أمر سري، يعني عمل مقال ضده. لكن بعد سنتين استطاع الوزير الحالي بومبيو أن يقنعه، هو كان متقاعد وقاعد في البيت، أنه يعود كونه كان سفير سابق في المنطقة وبيعرف العراق منيح، بيعرف ايضا كان سفير في تركيا، بيعرف المسؤولين الاتراك، بيعرف المنطقه بشكل جيد، انه يعود للعمل ويخرج من تقاعده. وعمل له عقد سنتين، لذلك انتهى هو هلا يعني بنهايه شهر نوفمبر، يعني من 15 يوم انتهى عقده وما صار تم التجديد له. هو عم بيقول انه ما صار في اخطاء بفترته طبعا، لانه هو المسؤول عنه، فكل واحد بيدلل على حاله. ولكن كان في جزء منا هو نفسه اعترف انه فشلوا بثلاث امور كبيره كثير. نفسه السفير جيفري بمقابلته مع المونيتور قال انا فشلت في ثلاث قضايا كبرى. اولا فشلت في الضغط على النظام السوري من اجل ان يسير بشكل متقدم جدا في العمليه السياسيه. فشلت في القضاء على داعش بشكل كامل، رغم انه هو المسؤول وهو السفير ايضا للولايات المتحده للتحالف الدولي. وفشل ايضا في اخراج ايران وميليشياتها من سوريا، هو نفسه اعترف بهالشيء. اذا هناك اخطاء وفشل، لكن بالمقابل حقق ثلاث نجاحات ممكن اذا بتحب نحكي فيها لاحقا. نعم نتحدث عن النجاحات لاحقا، ولكن يعني كما تفضلت لهذه الاداره اخطاء ولاداره اوباما اخطاء باتجاه بالنسبه للملف السوري. سيد محمود عثمان اجدد الترحيب بك. جيفري قال ان الاتراك لديهم القدره على منع النظام من التقدم في إدلب، لكن ماذا عن الروس؟ التحية لكم ولمشاهديكم ولضيفك الكريم، حياك الله. أعتقد أن الطرف الأمريكي يسير باستراتيجية أعتقد أنها باتت واضحة، وأعتقد أن من يشرف على التقاعد من السفراء الأمريكان يبحثون عن مكان لهم في الصحافة، مثال السفير جيفري، مثل السفير فورد، بعد أن يغادر عمله ربما يراجع بعض الأحاسيس الإنسانية لديه ويبدأ بإلقاء المواعظ والدروس. أعتقد أن السياسة الأمريكية أو إنجاز التعبير القول الاستراتيجية الأمريكية حيال المسألة السورية واضحة، مبنية على إدارة الأزمة لا حلها في قوامها الأول، وأيضا تقوم على إنهاك وإرباك جميع الأطراف ثم إيصالهم إلى درجة الاستسلام بما فيهم الروس والأمريكان فضلا عن الأطراف السورية. هذا ما تتبعه واشنطن، وهذه سياسة أمريكا في الساحة السورية. وأعتقد أنهم يعتقدون بأنهم قد اقتربوا من تحقيق هذا الهدف وهذه الاستراتيجية، أنهك الجميع، والآن يطالب بتركيا بإما أن تشتبك مع روسيا أو أن تنسحب من إدلب، وبالتالي
يصل الأمريكيون إلى ما يريدونه. هم أنهكوا بداية، بدأوا بالمعارضة، أنهكوا المعارضة وثم بالنظام. الآن أيضا النظام منهك، ويقومون مع الطرف الإسرائيلي باستهداف الإيرانيين، ومن طرف آخر الروس الآن يشعرون بأنهم في ورطة. هذه هي مؤديات وأهداف الاستراتيجية الأمريكية تحديدا. جميع الأطراف يجب أن تنهك، ثم الجميع يستسلم لما يقوله الطرف الأمريكي. لا أعتقد أن هناك خلاف جوهري بين أوباما وترامب وحتى بايدن، وحتى لو جاء رئيس آخر بعد بايدن، لا أعتقد أن هذه الاستراتيجية ستتغير. استراتيجية إدارة الصراع لا حله، واستراتيجية إنهاء جميع الأطراف وجعلها تنتظر الحل يأتي. إذن لا يوجد اختلاف كبير ما بين إدارة أوباما وإدارة ترامب من وجهة نظرك سيد محمود، وتقول بأن السياسة الأمريكية هي لإدارة المشكلة، وأن الجميع تريد أن تنهك الجميع، لكن هناك حلفاء لأمريكا سواء قسد أو تركيا. ما هي حقيقة الدعم الأوروبي الأمريكي لتركيا وخاصة في إدلب؟ سيكون هذا محورنا إن شاء الله بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل ثم نكمل هذا الحوار. تضحيات كثيرة قدمتها نساء خلدت التاريخ أسماءهن. كلنا نمتلك قصة تستحق التوثيق. نتطلع اليوم نحن النساء إلى بناء المجتمع. نحن ببرنامج صوتك بغير، ومن خلال قصصكن سنلقي الضوء على تجاربكن وسنعمل على حلها لننسج دربا نبني خلاله مجتمعا قويا متينا متماسكا، لأن الطريق أقصر عندما نسيره معا. مرحبا بكم من جديد إلى ثنايا الخبر. نناقش في حلقتنا لهذا اليوم تصريحات المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا جيمس جيفري حول سياسة بلاده في سوريا، وأجدد الترحيب بضيوفي السيد أيمن عبد النور مدير موقع كلنا شركاء من لوس أنجلوس، والسيد محمود عثمان الكاتب والصحفي والمتخصص بالشأن التركي. أهلا بكما ضيفايا الكرام. سيد أيمن، هناك تخوف من تساهل الإدارة الأمريكية في الملف السوري على حساب ربما تجديد الاتفاق النووي مع طهران. ما جدية هذا التخوف برأيك؟ نعم صحيح. أولا أنا بأيد ما ذكره الأستاذ محمود بمداخلته قبل شوي وبرحب فيه. الحقيقة في تخوف باللقاءات، رفضت الحملة وبكبار قيادات اللي استلموا الآن كبار المناصب في الولايات المتحدة أن تعطي تأكيدات وتثبيت
أنها لن تعود إلى الانضمام للاتفاق النووي الإيراني بدون أن تكون هناك مفاوضات. الأمر اللي كانت نحن عم نطلبه والجالية عم تطلبه أن يكون هناك مفاوضات، بمعنى أن لا يكون العودة إليه تلقائيا بدون أي مقابل. طلبنا أن يكون دور إيران في الإقليم وتمددها خارج حدودها السياسية، هذا موضوع أنه يدخل قبل توقيع الاتفاق. أيضا أن يكون هناك دور لكيف تنهي هذه الميليشيات، وأيضا الصواريخ الباليستية التي تملكها. نعم. لم يأتي أي جواب. هلا امبارح كان في نتيجة إعدام الصحفي الإيراني زام من قبل النظام الملالي في إيران، حقيقة صار في رد فعل قاسي في الاتحاد الأوروبي، والسيد جاك سوليفان رئيس مجلس الأمن القومي القادم اللي عينه بايدن حقيقة كان عنده تغريدة جيدة جدا، ويعني كانت أثارت فينا القبول، اللي هي أنه سوف يقفوا مع شركاء اللي هن الاتحاد الأوروبي في الإشارة إلى كل مخالفات حقوق الإنسان والتصدي لها التي يقوم بها النظام في إيران. هذا نعم. يعني قليلة تغريدة لا تتفق مع الرخاوة اللي كانت سابقا واللي كانت تخيفنا حقيقة من أن ينضموا، ويكون ملف السوري هو أحد الخسائر الجانبية، بمعنى يقدم هدية كما قدمها الرئيس أوباما نعم. لإيران بالاتفاق النووي. إن شاء الله هذا الشيء ما راح يصير، يعني هذا الشيء مؤشر إيجابي مبارح. إذن هناك بعض التطمينات بأن يعني تتغير السياسة الأمريكية. سيد محمود عثمان، ما حقيقة التأييد الذي تقدمه واشنطن لتركيا في ملف إدلب؟ وجيفري قال إن النظام لن يتقدم لأن الأتراك لديهم القدرة على ردعه. بالتأكيد واشنطن تؤيد تركيا وتدعمها في هذه البقعة الصغيرة التي بقيت تمثل المعارضة الوطنية السورية، وهي بقعة رمزية أكثر منها حقيقية وواقعية، وهي حملة يعني تشكل حملا ثقيلا سواء على المعارضة وأيضا على تركيا أيضا. يعني صحيح أن أمريكا تدعم المعارضة وتدعم تركيا معها في هذه المنطقة تحديدا، لكن هذا الدعم ليس بالدعم الذي يقوم به أمر أو يسهم في تقوية حتى حظوظ المعارضة. نحن نعلم بأن المعارضة الوطنية السورية بقائها خط أحمر بالنسبة للأمريكان، نعم. ولا يريدون انتهاء المعارضة، هذا صحيح، لكن هناك تبعات لهذا الأمر. هل تقوم به واشنطن؟ أعتقد أنها لا تقوم به. الأمر الآخر، الإشكالية بين واشنطن وأنقرة والتي تنعكس سلبا أيضا على القضية السورية، أن واشنطن ماضية قدما في دعم قسد ودعم ميليشيات PKK وPYD المنبثقة عنها والمتفرع عنها بمختلف أسمائها، وهذا تعتبره أنقرة خطا أحمرا أيضا. وبالتالي يعني ما يختلف عليه الطرفان في الساحة السورية، أقصد تركيا وأمريكا، أكثر مما يتفقان عليه، وخصوصا أن القضية تنظر تركيا إلى الدعم الأمريكي، إلى حجم الدعم الأمريكي لقسد بأنه بحجم تأسيس كيان سواء دولة أو إقليم أو شيء، لكن هو لتأسيس كيان ولا يتناسب أبدا مع دعم فصيل من الفصائل. نعم. دعني أسأل السيد أيمن حول هذا الازدواج بالنسبة لتركيا. يعني تركيا تقول واشنطن بأنها تدعم الموقف التركي في إدلب، ولكن في نفس الوقت تدعم قسد التي تعتبرها تركيا خط أحمر وتعتبرها يعني عدو بالنسبة لتركيا. كيف يمكن أن توازن أمريكا بهذه السياسة، وإلى متى تستطيع؟ يعني حقيقة الولايات المتحدة عندها المبدأ ثابت الآن، اللي هو بقاء كما ذكر تلك البقعة الجغرافية المحدودة بأيد المعارضة الوطنية السورية.
الدعم لقسد كونها هي الجهة الوحيدة التي تمكنت من تنظيم عدد كبير من القوات المنظمة لمحاربة داعش، بينما فشلت الفصائل الأخرى بتنفيذ الاتفاق الأولي الذي كان قبل قسد مع الولايات المتحدة ومع البنتاغون. لذلك هذا ما تقوله الولايات المتحدة الأمريكية، لكن أنقرة تقول بأنها استطاعت أن تطرد تنظيم الدولة من عدة مناطق من سوريا وبدون الدمار الذي أحدثه التحالف الدولي وميليشيات وقسد. نعم، مساحات محدودة. لذلك كان الرئيس ترامب يتفهم دائما عندما يتصل مع الرئيس أردوغان، يتفهم دائما خطر حزب العمال الكردستاني في تركيا، وذكروا أيضا السفير جيفري في عدة مقابلات أنه كان هناك خسائر في تركيا كبيرة جدا من خلال الأعمال الإرهابية التي كان يرتكبها داخل تركيا. لذلك تفهم منه الرئيس ترامب، وحتى في فترة أمر بالانسحاب ودخلت أيضا قوات تركية. لكن الآن في النص القانون الذي أقر الأسبوع الفائت لنص موازنة الدفاع الوطني، رصدت الأموال اللازمة من أجل دعم الإدارة الذاتية في سوريا بتخصيص المبالغ المالية لها من أجل العام المالي 2021. الدعم حقيقة الآن تضغط الولايات المتحدة من أجل أن يكون هناك حوار جدي بين الإدارة الذاتية وبين أيضا التجمع الأكراد المجلس الوطني الكردي، وحتى مع البشمركة التابعة لإقليم كردستان في العراق، من أجل التوقف عن ذلك الصراع البيني بين تلك القوى. نعم. وإنشاء إدارة ذاتية تستطيع أن تضمن أمنها وتستطيع أن تدير وتتألف من كل المكونات وبشكل تديره بشكل أفضل بكثير مما هو الوضع الحالي حاليا. الدعم الولايات المتحدة والتعاون مع تركيا أيضا ثابت. السفير الأمريكي ديفيد ساترفيلد في أنقرة كان دائما وجه أصلا رسالة للناتو بدعم تواجد أنقرة، لذلك تم تقديم لها دعم استخباراتي، دعم تصوير من قبل الأقمار الصناعية، دعم تصوير لوجستي للتواجد ودعم يعني، ولا كانت روسيا كانت دخلت وارتكبت واستخدمت أسلحة أكثر، لكن بوجود الغطاء الأمريكي والناتو. نعم. لا يا روسيا، هو من أوقف التقدم الروسي بالرغم من اقتضام قوات النظام مساحات من يعني من المناطق التي كانت تسيطر عليها الجيش الحر. أنتقل للسيد محمود. سيد محمود، يعني جيفري أثار عدة نقاط، قال أيضا إن موسكو تقع في مستنقع سوري، هل تتفق مع هذا الطرح؟ نعم، بالتأكيد موسكو وقعت وانتهت في المستنقع السوري، ووقعت في فخ الاستدراج الأمريكي لها إلى سوريا، وهذا ما كانت يعني تروم إليه واشنطن تحديدا، توريط الجميع وإلجاء الجميع إلى طاولة تديرها هي، وهذا ما يتجه إليه الحال في سوريا. لكن هل يعني موسكو قادرة، تعلم واشنطن جيدا أن موسكو تستطيع أن تدخل لكن لا تستطيع أن تخرج، وأن موسكو بإمكانها أن تعمل على طريقة غروزني لكن ليس بإمكانها أن تخترع حلا سياسيا. علينا أن لا ننسى بأن الوقود هنا هو الشعب السوري، يعني هناك ضريبة إنسانية، الكل يلقي المواعظ والكل يتحدث عن الكل، لكن لا أحد يضع بالحسبان هذا المواطن السوري الذي يعيش هناك ما يزيد عن 4 مليون سوري في ما بين العراء وما بين مخيمات لا تسمن ولا تغني، لا تحمي من برد ولا تطعم من جوع. هذا يعني يبدو واضحا أنه بعيد كل البعد عن هذه الحسابات. إذن يعني برأيك أن أمريكا هي من تمتلك مفاتيح أو معظم مفاتيح الحل للملف السوري؟ أشكرك جزيل الشكر السيد محمود عثمان الكاتب والصحفي، كنت معي من إسطنبول، كما أشكر ضيفي السيد أيمن عبد النور مدير موقع كلنا شركاء من لوس أنجلوس،
والشكر الموصول لكم مشاهدينا الكرام. تحدثنا في هذه الحلقة عن تصريحات المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا جيمس جيفري حول سياسة بلاده في سوريا. دمتم برعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.